صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن هناك تعاونا مع مصر والأردن لإرسال سفينة مساعدات إنسانية إلى غزة، مشيرا إلى وصول مساعدات بالفعل. خلال مؤتمر صحفي في اليوم الأخير من قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أضاف ماكرون أن بلاده على تواصل مع السلطات المصرية والفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح الرعايا الفرنسيين المحتجزين في قطاع غزة. هناك 170 من رعايانا والعاملين في المعهد مع ذويهم، نحن نود إجلاءهم وإخلاءهم في أقرب الأجل. هذا ما نقوم به مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية ومصر. من الأهمية بمكان أيضا أن تعمل وتتحرك إسرائيل بصورة هادفة ومستهدفة في غزة دون أن تعرض بالخطر حياة المدنيين، وفي هذا الصدد نحن ندافع إيصال المساعدة الإنسانية في غزة، وهذا ما تحدث بشأنه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس الرئيس الإسرائيلي ومع قادة المنطقة، وهذا ما دفع بفرنسا للاقرار بالتعاون مع مصر والأردن وبموافقة إسرائيل إرسال سفينة تونير الرعد الفرنسية وتقديم المساعدة إلى غزة، وبالتالي سنقوم بتكييف هذه المساعدة في الأيام القادمة حسب الاحتياجات. إذا قمنا بإرسال مساعدات إنسانية وصلت البارحة إلى الأراضي المصرية.